مصري بيتكم. مرحبا مرحبا، اهلا وسهلا بكم، عيدكم مبروك على قناة التاسعة. ان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير، ان شاء الله يا ربي ديما في الافراح وديما في المسرات. مرحبا بكم في هالسهرية سبيسيال اللي باش نستقلوا فيها برشا ضيوف، واللي زادة باش نستمتعوا فيها برشا ربوخ وبرشا جو وبرشا موزيكا. تصفيقة كبيرة على الجمهور الحاضر معنا توا، تصفيقة كبيرة عليكم انتم. نعمل في السهرية بقلب حزين، نحب نهديها لبلال ميلاد نسيبي، وكان شاد معانا في لاباس، كان هو رئيس تحرير لاباس اللي توفى. الله يرحمك وينعمك، ورانا ديما ما ننساوكش، وتو بعد نزيد نحكي عليها أكثر. واحد من أسرة لاباس اللي غادرنا، ربي يرحمه، شكرا على تضامن متاعكم. عيدكم مبروك على قناة التاسعة. مبروك على قناة التاسعة في سهرية سبيسيال، إن شاء الله كل عام وانتم حين بخير، إن شاء الله يا ربي يتحقوا أمانيكم الكل، وربي يفضل لكم العائلة الكل. كالعادة برشا جو حفلي، برشا مزود، برشا ربوخ يستنى فيكم في سهرية الليلة، ولكن برشا حوارات وضحك وجو مع ناس تألقوا رمضان سنة ولا شفناهم في المشهد. نستقبل ضيوفي تو، مازالوا ضيوف أخرين جايين. نجم رمضان، واحد من نجوم رمضان، والكلنا متفقين أنه نجم رمضان، سي العربي سنيجرية، مرحبا. واحد الجمهور كل عام وانتم حي كثير، عيدك مبروك سي نوفل، وعيد مبروك للتوانسه الكل، وبارك الله فيك على الاستضافه الجميله. يعطيك الصحه، انت شكرا ليك لانك قبلت دعوتنا، لاني انا سمعت انه تليفونك ما عادش يسكت. سي نوفل الا معك انت يخدم تليفونك. ربي يفضلك. اللي يسمع هذه صدق سكيورتو في سته برامج قبل، تفضل. بيان سير، ما النجوميه النجوميه النجوميه، ولكن لاول مره العربي سنيجرية سيقدم كليب. لحظة لحظة. كليب. أغنية نمبر 1 الليلة لأول مرة العربي سنيجرية. بس. سعيد جدا باستقبال زميلتنا غفران بنوس، مرحبا. كل عام وانتم حي بخير. عيدك مبروك. سندينا يا سيدي، سندينا. مرحبا. شكرا على الاستضافه. انت ظهرت وبرزت خاصه اعلاميا السنة، نحبوا نزيدوا هكا نقربوا منك. سفيان ما تقلق. نقرب منها انا وانت يا زوزو. كل عام وانت حي بخير غفران. سندينا عايشك. ربي يفضلك. يلا سفيان الدهش. الله يسمعني. وسفيان الدهش تألق سنة بغيابه، ما عيط له حد لا في مسلسل لا في سيت كوم. لا وين مش عيطوا لي؟ سي العربي الكاميرا كاشين، كنت نخدم فيها انا ولا يخدم فيها هو؟ التمثيل كنت نخدم فيه انا ولا يخدم فيه هو؟ توا وتخلي باش يعمل كليب. سايس برا. هكا هو ما اسمع. باش نعمل نصبه بتحوت. تجيش تعمل نصبه. سفيان اهبط كور. والله باش نخدم عنده الفازات نتاعك، باش نشد رئيس الجمعيه نتاع المستقبل الرياضي باللوزه. اي باش نخدم عنده الفازات. باش نخدم عنده الفازات، سمعت به في الكواليس. المستقبل الرياضي باللوزه عندهم جول عمره 52 سنه. انا توا حتى كان يسهلوني نقول لهم عندي كليب. لا في كاريري عندي كليب. انت ما عندكش كليب. والله ما نسيبوش. ثم نستقبل زوج ضيوفي سعيد باستقبالهم. من زلك خذا جايزة أحسن ستريمر، وخذاها في فيتنام، مشى لفيتنام ودنيا كذا. يعني تقول أنت فيتنام كيما أنت تقدر تفرحك الكوشة. يلا عزيزوس أمنا، مرحبا مرحبا. مبروك عليكم، عيدك مبروك. عايشك، عيدك مبروك. كل عام وأنت حي بخير. عايشك عايشك. أمنا عيدك مبروك وكل عام وأنت حي بخير. أحسن ستريمر، فسر لنا ما معنى ستريمر سفيان. جا واخو من مزوز للمرأة أنا. استنى. شنو قلت لي والله يظهر لي ما سمعتكش بالباهي. ستريمر. 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 هو ستريمر كيبدا واسع خير. هو بدا واسع خير. اي ستريمر واسع خير سيرتو في الصيف.
الله يوسع عليك اصل العربيات. شنو هي ستريمر يا سفيان؟ ستريمر ستريمر راهو برشا يسخيلوها حاجه جديده. اي صحيح. انا جدي الله يرحمه. الله يرحمه. كان راسين في شاشيه هو هتلر ماك تعرفوه الحكايه. هتلر بتاع المانيا. في المانيا أي. في الحرب العالميه الاولانيه. ولا الثانيه هي. الثانيه هتلر. الثانيه وقتها هتلر يرحمه وينعمه ما تموت شنيعه وش عندنا فيه؟ فهمتني؟ جدي قال له يا هتلر تحب ندخله للحرب بالصحيح نخدمه على الستريمر. على شنو؟ ستريمر. على الستريمر. اي. ومن وقتها ربي يشد جدي بالستريمر مستريميت. كان باش نجمعوا زيتون نجمعوا بالستريمر. كان معناها عنده أراضي كبيرة ونحرثوا نحرثوا بالستريمر. والحمد لله توا ربي عاطي خيره ورثت من عنده ستريمر. ستريمر ستريمر وهديته لمرتك الحمد لله. الحمد لله. لا باش نسمع. تعرف عزيزوس وامنا عزيزوس تعرفوا؟ لا بالحق بالحق والله اول مره يحسني شرف. باهي تعرف معناتها ستريمر سيريوزمون؟ او كان لا الحق لا لا صوف لا لا ولا لا. اما شنو ستريمر دايما اللي قدامه يعني؟ باهي سامحني هذوما جوائز انه احسن ستريمر عربي. انا كنت تعطيني ساعه من زمان اي نوصل ونرجع تو نجيب لك خواتهم ونحطهم قدامهم. ومكتوب عليهم دقيقة نوصل هون يريد مرسي نجيب لك خواتهم مكتوب عليهم عربي سنغرية ستريمل 2023 يا دعملتهم باسوك حطيت قدامك تيترويتك وكتبت عليهم العربي. انا نحكي لك يعني خواتهم هما بالضبط. لا ما تنجمش تجيبهم خواتهم بالضبط تفو سيب. هو يقصد اخواتهم بمعنى باش نقول لك بمعنى في تونس عندنا برشا كالجوائز والحكايات. سوف كو هاو باش نحكي مع عزيز اسو امنه مبروك عليك احسن ستريمر عربي. فسر لنا تراه فسر لنا اش معناتها ستريمر وباش نبداو كيفاش خديت احسن جوائز وكيفاش وصلت في تونس اللي هو بلد صغير ما فيهوش برشا سكان كي نقارنوا برشا دول عربيه تاخذ احسن ستريمر عربي. فسر لنا اش معناتها ستريمر. هي اش معناتها ستريمر؟ هو مذيع. أي. مذيع فما عباد تو حطوه في فيسبوك على فاست كي يكتبوا اشهر مذيع في 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 الشرق الاوسط وكل شيء العباد مش في بالهم مذيع يسام شاويلي ولا روف خليف فاهم. وهو المذيع شنو هو ستريمر ما تكونش جست انا كهو معناتها ستريمر ريت اي واحد سوا يحل في تيك توك سوا يحل في النيمو سوا يحل في اليوتيوب سوا يحل في واحد يتسميه مذيع فهمت. أي. احنا علاش نسميه رواحنا ستريمر خاطرنا ما نصنفوش رواحنا مع المذيعين. علاش؟ خاطر احنا كستريمرات نعتبروا اللي نعملوا فيه نحن هو اللي لازم يتعمل. شنو نعملوا احنا عندنا بي سي فهمت نركشوا نلعبوا نركشوا نحلوا لايفوات مع العباد نقعدوا بثمانيه تسعه سوايع على كرسي حالين الكام نركشوا نلعبوا نونسوا فك الاولاد اللي يركشوا بحذانا كل يوم. عمل متعب جدا الناس تستسهلوا مينيموم ثمانيه تسعه سوايع يوميا تسعه سوايع على البي سي ويزمك تشد العباد تخليهم يتفرجوا كي يتفرجوا العباد يزمك زاد ما تعديلهم فايب بوزيتيف مش نيجاتيف فهمت. لازم ثمانية سوايع وانت اقل حاجة معناتها لازم العباد هذيك ما تقلقش منك العباد تفرح دعمي وتفرح صحيتك عندكم حرية أكثر من اللي عندنا. عندنا حرية عندنا حرية خاطر كل واحد عنده الشان نتاعو. قداش يوصلوا يتبعوك أعطي أرقام تو أنا راني نعرفهم ونحب نفهم الناس. يتبعوك شنو؟ يتفرجوا في لايف نوصلوا 15000 بوبيلاريتي 17000 20000 الزون هذيك. اختاروك أنت من العالم العربي الكل علاش؟ ما فماش ستريمر اخرين في العالم بالنسبه لهذوما زوز هذوما زوز ما خدهم في تونس يعني. اي 100 انفلونسور ديجيتال 2020 2021 100 انفلونسور ديجيتال 2021 2022 واضح. باهي هذه من كاتكس اللي يعطيو جوائز نتاع رمضان. اي بالنسبه لهذوما من نيمو تي في شنو هي النيمو؟ هي البلاتفورم اللي انا نستريمي فيها فهمت. عندي الجائزه هذيا اول واحده خديتها سوبر ستار الذين تنافسوا عليها اللي في البلاتفورم الكل اللي في النيمو الكل اللي في النيمو الكل في العالم الكل من تايلاند من اندونيسيا من البرازيل من تركيا نحاربوا على هذا فهمت. قريب 300 ستريمر تلقانا 400 فهمت حاربوا عليها. لعبت فيها شاركت فيها سبع مرات
ديما نشارك فيها، ديما نوصل فينال، ساعات نجي سابع في العالم، ساعات نجي سادس، ساعات نجي ثالث، ساعات نجي واحد. اول واحد يربحها في العالم العربي انا دخلت هذه الاولى. الله يسلمك. هذه اول واحد دخلها المغرب العربي. هذه جاي العالم العربي مش المغرب العربي. المغرب العربي، المغرب كل العرب، العالم العربي الكل. العالم العربي الكل. هذه نيمو جلوري، هذه عندنا كلان، فهمت؟ الكلان فيه اصحابي ستريمرات الكل. شاركنا سادة في البطولة باسم الكلان تاعنا تراب لايف، جينا الأولى كيف كيف ربحنا التيتر هذايا، وهذايا آخر تيتر 4 أيام اللي كنت في الفيتنام. مشيت للفيتنام. كلموني في الفيتنام قالوا لي راك ربحت جائزة عاملين نيمو جلوري، فهمت؟ جلوبال نيمو جالا في الفيتنام لمين ستريمر الكل اللي عندهم العالم الكاسحين. فهمت؟ الأكثر متابعة ولا الأكثر تأثير؟ كيفاش يحسبوا معناتها تاخذ جائزة لأنك بالنسبة للجائزة هذيا الأكثر مشهور في العالم. أعطيني هذيا نتاع الفيتنام الأخرى. أي أنا فيتنام، هذيا الفيتنام أكثر ستريمر مشهور في العالم العربي كل. فاهم؟ وخذيت جائزة معاها مبلغ مالي. مبلغ مالي من بعد هذاك وحده. ادخل في البنون ادخل. ما يعطيكش مبلغ مالي يقول لك شد مع جائزة هذيا مبلغ مالي. ما يسالش مادام أنا ربحت جائزة كيما هكا معناتها راني نفهم أنا راني لازم قوي اكثر في الشهريه نتاعي. يقوي لك في الشهريه ويتنجم مثلا من بعد بالطبيعه. وتنجم بلاتفورم اخرى تعطيك اوفر. بلاتفورم بالطبيعه برشا بلاتفورمات يعطوني اوفرويت وانا قاعدين مازلنا. معناتها ولاو يتعاركوا عليك. مازال كي كلمتني ديجا بلاتفورم اخرى يا اخي ما خلونيش نخرج النيمو. قالوا لي لا انت مصح كونترا. 2024 اكتوبر 2024. بديت من 2020 في بالك كيما الجوارات معناتها ريت تو كي حكينا سيريو كيما الجوارات وتو نحكي لكم على الانفلونس تو ريت لي جون احنا كي فدلكنا يضحكوا علينا ما تعرفوش معناتها ستريمر احنا فدلكنا ما جاوك اوفرويت مغريين اما انت مصحح ها؟ مصحح ما جاو عزيزو ساعتيني اكثر اوفر هكا اغرتك. ما اغرانيش جاني اوفر نعرف امنا موصيتك ما تحكيش ما تحكيش صحيح ما اختاني خويا ليه اوفر ورفضتها اوفر ورفضتها ما هو كيك يولي ويربط يقول لك ما لكن رفض الاوفر هذايا معناتها راهو ياخذ اكثر من لا مش اكثر شوف فسر لهم زاد لي انت ما تخرجش ما تحبش تخون البلاتفورم اللي بديت معاها بالطبيعه لا ما زاد انا كي تجيني اوفر خير مثلا 50 مليون في الشهر نجم ناخذ 50 مليون في الشهر لكن تنجم البلاتفورم تسكر بعد 3 شهور وقت اللي نجم ناخذ مثلا في 25 في الشهر اللي بلاتفورم مش ناخذ معها 3 سنين لقدام فهمت واحد باش يخمم منش خمم على توا لازمني يعني ناخذ اكثر فلوس انت جيك اوفر من تي في ايه لازم نسمعها معناتها انا عاش بيه هاي جاني اوفر ما سميهاش من باهي تو نبيبيوها ما يسالش نبيبيوها صحيح نبيبيوها يا اخي نيمو كلمتك باش تراضيك وباش تزيدك في الشهرين مش تراضيني ليه قالوا لي معناتها كنت بمخك انك باش تخرج واحد قلت لهم لا هي جاتني الاوفر قبل ب4 أيام ما نطلع للفيتنام فهمت كي جبت لهم انا الاوفر قالوا لي الاوفر اللي عطينه لكم ديجا احنا مخلصينه عليك الطياره بيه ماشي وجاي انت ومرتك والوطي قريب يعايروني فتغشوا على ما الحكايه معناتها قلت له يا خويا سامحني راني مانيش خارج فلك عليكم ورا ما صار حد شيء ايه من انت فرضت تمشي ولا هما بعثوا الاوفر زوز؟ لا هما بعثوا الاوفر ولا مرتك نمشي وين تمشي؟ بالعكس انت هما يحبوني ندخل نخدم معاهم لا انت جوك ايه انا جوي اخر ما نجمش ليه ما نجمش مستحيل انا نخمم فانا نهزها معاه وي ريت ما فيش الله كنت نجم نمشي وحدي انا يز يز كان ينجم يمشي وحده ما لبش وحده هما كي بعثوا لي الميساج معناتها يا سيد ديسك تحب تجيب معاك المدام انا جيت نمشي نقول لهم لا يا اخي ايش لقيت بالميساج يا اخي شكرا على الصراحه سي العربي الموندو هذا نتاع الشباب عندك عليه فكره ولا لا؟ سي سينوف لنا كي نشوفه هو والمدام وزين وكل التيترويت نحس روحي كانوا كاس العالم قدامي وكي نسي سي سفيان نحس انا في كاس شمال افريقيا شيء بعيد على بعض شيء بعيد على بعض لا قام اخرى ما نجموش نحكيو فيها لان ما نفهموهاش اي غفران تفهم شويه الجو هذا لا ما نفهمش ما اترافيغ عزيز فهمت شويه ما كنتش نعرفه لو كونسيبت بون العالم ككل توا قاعد يتبدل قاعد يتغير ماشي برشا في الديجيتال في لي ريزو سوسيو في الحكايات من وعدنا دونك سي تري انتيريسون ماذا بيا حتى انا نولي فما ابليكاسيون توا كيما سي عربي قال انا ما نفهمش فهمت اما كمان انت من برا فهمت
تو في تونس في الفيسبوك ما يفهموش راه ما فهم عباد ما هي ما تفهمش على اما تلقى يعطي في رايه في الموضوع اللي هو الموضوع ماهوش فيه مش نوع تلقى مثلا واحد يكتب لك نسب هويتنا سبال احنا عادي عزيز انا ما نعرف يصور برشا فلوس يسب له لا ما تسبوش هو سب له جمعته كل ما عادي ما ولفتوش ولفتوش قوتك في اللغات في الفيتنام باش حكيت معاهم والله يشوف ما نكذبش عليك انا حبيت من الاول وانت معروف مع تقوي في اللغات الحمد لله انا جاوبني بالانجليزيه باش حكيت معاهم انا كيف شيت هبطت غاديك قلت باش نحكي معاهم يلزمني نحكي معاهم بلغتهم بديت بشوي بشوي اي يا سيدي نشد واحد فيتنامي نبدا ندخل له الكلمه بالانجلي وانا ساعات ما نقيش كلمه نقعد نعمل له انا بالحركات اللي هو يعطيني الكلمه فهمت حفظت شك صباح الخير منين كيفاش كذا على خير معك مترجم صباح الخير بالفيتنامي صباح الخير بالفيتنامي فيتنام باكوش نجم نجم هو كيك مع اني حكيت بعد خاطر جمعت النيمو وانا قابلت العباد اللي تخدم في النيمو الكل سوى المدير سوى الكل فهمت لقيت فما مترجم غاديك تحيه لي غازي من الاردن فهمت هو اللي ترجم لي كل شيء قعدنا نحكيه خاطر عندنا المدير يحكي بالفيتنامي يفهموا السيد اللي تحته بالانجلي لازم يترجمها بالفيتنامي يرجعها بالعربي حسيلو مليون ونص الكوب بالحق نيمو باش نكمل سؤال تكنيك شويه للي يتبعوا بعد ندخلوه في الجو نيمو نقصت برشا مستري موريت وخليتك انت ما تقعدت انت البطل شكون اللي يحكي لك ولا حكيت هذايا شنو شكون يحكي لك شكون اللي يتبع كي يكتب نيمو تو يخرج على جوجل الاخبار شنو هاي خرجت برشا مستري موريت وطيحت حتى في الشهيري شويه هاي خساره في البلاتفورم القاو كاو خرجت عملت ميزاجور كامله فهمت خرجت ستريمرات اللي يعني قلت لك ماهمش قاعدين يعطيو فيها في البلوس وخليت ستريمرات اللي تستحق لهم فهمت اللي العرس نتاعها صحاح وانا من اول عباد اللي بادي ديجا في النيمو انت علاه ما تدخلش النيمو امنه مثلا؟ ليه ما نجمش ريتم قويه على الاخر لا وباش العائله تطيب ورمضان وبريك كان انا ندخل اش قعد معناتها في العلاقه معناها ما فهمتش هو يشد يعني هو يشد 8 سوايع صباح وانا 8 سوايع ليل ولا كيفاه ما نجموش ليه امبوسيبل انت كربة بيت شنو تعمل طيب والدنيا في رمضان مثلا وبتبيعها لا حق الملح ديجا انا جاي لهنا شنو ليه حق الملح ديجا نخم في كادو نتاع حق الملح طيب بلاش بيني سي العربي كي تغزر الامنه شنو اكثر حاجه تنجم تطيبها حسب رايك؟ شنو اكثر حاجه تحسها تبدع فيها بخلاف الاومليت يعني؟ لا لا امنه كاسها طيب الكسكسي وطيب المكرونه وطيب الكسكسي طيب لا ما شوف مش كل وقت اللي عينها باش تطيب الطيب وقت اللي ما عينها عندك تجي تغربيه تعطيني صحن كذا كسكسي ونقول لها غدوه يطيب لنا امشي لي تراه سؤال انت ياسر مجاملات ويظهر لي بريفيتك تعرف امشي سي العالم تعرف تسخن حاجه في الميكرو لا انا تعرف اما ابن ما كلت مرتك ولا امك لا امي بتبيع كيف على خاطر انا ما نطيبش كي امي ما كلت امي يعني ديجا عندي ثلاثة وجبات أنا تعلمت تطيب على أمي أنا تعلمت تطيب على أمي أنا كي جيت وما نعرفش نطيب صحيح الوالدة ربي يفضلها اش قولك سي العربي باهي لهنا هذوما شباب هذا عزيزوس صارت برشا بوليميك وجا حذايا وقت اللباس وخفت بعضها كيفاش واحد ما نجحش في الباك ومعدله خايب ولا يصور في برشا فلوس شنو هل الميساج اللي تعطيه فيه للشباب شجعوهم على قرايه مش على انه ينجحوا كذا وبشويه بشويه ولدت فئه كبيره معناتها اقتنعت تقول كذا وكذا معناتها فما اللي يقول ما توريونيش العباد اللي معناتها هو جاي بصفر فاصل والدنيا وكذا مش في الانتخابات في الامتحانات اما نجح في حياته لقى حاجه اخرى ولا يصور مليح مخ صحيت سكي صحيح فما حاجات كيف حاجات كيف القرايه فما حاجات يعطيهم ربي للعبد ما تخيلهمش حتى بالقرايه ولا الطفل هذا موهبه ربي اعطاه حاجه ديفيرون عن الناس الاخرين تو مثلا بخو وبخي كيف راهو بعد 100 سنه يعني ربي اعطاه موهبه واعطاه امراه جميله اللهم صل على النبي قصة عربي انت شعطاك ربي لحظة سفيان وسي العرب كي ولدك يقول لك نبطل القرايه ونحب نولي ستريمر شو تقول له؟ بطل
كيف؟ أنا والله حاسس ولدي ستريمر قاعد يكبر بشوية. فهمني؟ ليش كله؟ ما عنديش عليه إرادة. يبطل ما قال. إن شاء الله أمه ما تسمعنيش. إي ما نعرفش هو إشكال غفران. لا أنا ما نعرفش عليه. وأنت إعلامية يعني كيفاش ترى هذه المعطيات؟ كيفاش كوسيلة لنا كوسيلة إعلام كيفاش نتناولوا مع عزيزوز؟ كقصة نجاح ولا ليه روا أقرأوا خير شنو كيف نحكيه معاه؟ أنا عندي مشكل مع التكوين الأكاديمي الحالي اللي موجود في تونس، يعني نحن المنظومة التربوية ككل عندي مشكل معها. نحن اليوم في 2023 في القرن 21 عندنا كم كبير متاع معلومات وفما اليوتيوب والريزو سوسيو والكل، ومع هذايا مازالوا يحبوا يهزوا التلميذ يقريوا الإيقاظ العلمي ويقريوا التربية المدنية ويقريوا الإسلامية ويقريوا كذا. وفما اليوم أفق جديدة، يعني اليوم راهو ما عادش خدمة محامي وطبيب وإعلامي وجورناليست وما نعرفش شنو، ولا اليوم فما افق جدد، فما يعني فما خدم اخرين اليوم مانيش قاعدين نشوفوا فيه. يعني عزيزوس ما لقاش حظه في القرايه، ما اينوش باش يقرا. كيف عزيزوس فما منه برشا في تونس، اما نجح في حاجات اخرى. القاري تلقاه ما ينجحش نفس النجاح اللي ينجحوا عزيزوس. دونك المشكل منا نحن، المشكل من العقليه نتاعنا، المشكل نتاع المنظومه التربويه ككل اليوم في تونس. أنا ماذا بي يعني قريت شربحت ما. لا القراية باهية في حاجات، واللي ما لقاش حظه في القراية يمشي لأي تكوين لأي مجال يلقى روحه. ولدك يكمل يقرأ ولا يبطل؟ هو حر، هو حر. أنا ما نفرضش، أنا بالنسبة أنا لا قريت ولا مشيت للستريمر، هذه المشكلة. وهاك نجحت الحمد لله. أي هاك نجح باش الرشاوي شد رئيس الجمعية يجري في الماتشات. هي تهم خطيره. شنو يجري في الماتشات ويجري في الاربيتر ولتو ما طلعتش السكر. اذا الاربيتر يتباعوا ما هو يشري. لا انا رجل عظيم وعمري ما اشتريت اربيتر. وهذا متاكد منه. حاشبني اسمع. موافقني. توحديد هذا. هو راه اغزر لي احسن حاجه انه في الكواليس ماذا بيك ما تحكي لي شيء. خاطر انا راهي متبلش الفوله في فم. فهمتني؟ راني نقول. الحمد لله ما حكينا شيء. الحمد لله. امشي لي سير عرب. شو يقول لك سير؟ احكي لنا على تجربتك في الفساد، نحب نتعلموا منك. فهمت كيف؟ شفتي ريحه الفساد؟ لا هوني انا بالحق شويه ربما شويه مش برشا. مثلش الفساد. نبداو بالكاميرا الخفيه، بعد نعدي لك غنيه نمبر 1 الكليب. لأول مرة ومن بعد نحكيو على الفساد. الكاميرا الخفية تجربة بكل صراحة. أنا لاني ممثل ولاني كوميدي ولاني حد شيء، لكن عملنا تجربة مع صاحبي بكار. تحية لي صاحبي بكار، شدك رادار مع صاحبي. هو فكرته ما كنتوش تتوقعوا باش تكسر الدنيا هكا. مستحيل سينو. نحن ديجا قبل رمضان ب 15 يوم سجلنا تقريبا 10 أيام، يعني كانت تجربة عادية. نستدعيو لانفيتي بون نجوم يزمها تكون من الرياضة، استدعيناهم وكانت سي يعني سي الصحبي يقدم البرنامج. الضيف بالطبيعة نعملوا له فيتيير شباب على الواحد نتاعو، ان نقعدوا نعركوا فيه ساعة مش هكاكا راهو. برشا ناس قالك انت لا نركحوه نحطوه في صحن ويردوه من بعد يجيني لي انا. هو يكون تحل. اي سي هو اللي بكى واللي رد روحه نجم بالحق. هو دخلناه برشا ناس مش في بالها النجم وكثر خيركم وبارك الله فيك. وبعد انا نجي نقول له سامحني سي صاحبي تو نجم، لكن اي بشر في العالم عنده يد يمين ويد يسار، زاد انا باش نحكي شويه على اليسار ونشدوا ونبدا كما نقولوا فيها برشا قلوه امبروفيزي كل شيء. انت معناتها تمبروفيزيا؟ صدقني يا سي نوفل انا كنت نتفرج في بعد شقل فتر نضحك كيفكم، كلمه ولا اثنين اتذكرها. معناتها يعني يقولوا لي مثلا سي دهش نعمل عليه ريشيرش ونحطه قدام نخرجوا من افشل هو هي حقيقه، لكن تقول باش نخرجوا من افشل المسرحين والممثلين الموجودين في تونس. بون هي حقيقه اللي يقول فيه توا، لكن ما يعني نحكي لك الله يسلم. والله يا سي العربي ما قلت كان الكلام صحيح. 30 عام نكلت
ما دبرتش مفرد من التعزيده وصلوا جوائز وكذا ومنه واحد. بلاد لا تحترم الفنان، بلاد لا تحترم المبدع، بلاد انا مبدع. وانت تحكي على الفنان ومرضى سعاد، ليه مش نحكي لك برشا تغشوا؟ بقول لي صحيح ولا لا؟ مثلا برشيده حب يضربك. اي حب يضرب، لاني انا هو اش قال برشيده؟ هو قال يعني من الاول يعني الحارس برشيده عام 85 وكاس العالم واضرب خلص. من بعد قال برشيده انا راني تربيتي بابا يعني يخدم علينا وبابا يخدم الكريتا وانا عمري 6 سنين نعس على المرقاز والقديد باش يعطيونا الجيران ناكلوا حسيلو. يا اخي انا معناتها كي جالي انا قال لي شنو رايك سي العربي؟ قلت له سامحني سي صاحبي، هذا اسمه ملعب النجوم، سامحني ذي حالة اجتماعي. سبني سبني من الاول للاخر، قصينا ساعة. سمي العكريمي سكر البلاتو، كلم خوه باش يشكي بكم بالحق. كلم خوه، كلم خوه في التليفون المحامي باش نقدم به قضية. قلت له جيب كمل، جيب ولاد حوبت وخوك معاه. قال لي لا انا تو باش نمشي، مشى للرجي باش ياخذ السي دي معناتها مش ما يتعداش، لانه يقول له انا ملفات الفساد كل عندي في الفيستا الاخرى في الواحد ما جبتش. يعني جدت عليه ومشاوش روحة مغشة وطلع لها سكر ودش. صحيح؟ اي صحيح. عند شاوش يعني لعلى سكر لعلى سكر لعلى سكر. وقعت جي نص ساعه حتى نقربها نقول لها كاميرا كشيت سبني نولي نرجع. قعد جي نص ساعه وسي صاحبي يهدي فيها وما اقتنعتش بالكاميرا كشي الا ما روحت متغشه ما نكذبش عليك. وسير يظل براوي قال لي وقتها جينا نهبطوا فيه كرسي عالي وقصير ما نجمش يقف على ساقيه. على ما يبدو اللي سميتهم له عنده شي كعبتين منهم عاملهم، فهمتي؟ سي رضا البراوي قال لي تعدي ونقدم بكم قضيه. قلت له القضيه تدوم 5 6 سنين في المحاكم وربي يستر وانت زعما تكملها. تعدي. سفيان منين جاته موهبه التمثيل موهبه؟ اسمع سبحان ربي والله العظيم. اي فما ناس راك ملي تقعد بحذاهم عندكم في اللوزه وانت صغير، عندكم في اللوزه ناس موهوبين كيك يعرفوا يمثلوا؟ يا سيدي توني مثلا اي مولود بعد 7 سنين عزيزوس، انا باباي وامي عرسوا قعدوا 7 سنين معناها كيف نقولوا؟ انا خرجت انا بعد 7 سنين. اي سيدي تولت نلقى جاري اللي لاصقنا اسمه الشلنكوت وجارنا اللي لاصق من الشيره الاخرى اسمه خليفة تل واللي مقابلنا من قدام اسمه صلاح القوح. فهمتني؟ الشلنكوت. هاي الشلنكوت هذا في الصيف يخدم سكاكري ديما 6 زيت اموره في الخريف يدفن في القبوره الموتى يدفن في الموتى. مره الله يرحمه جدي الله يرحمه باش يتوفى بعثنا الشلنكوت يحفر في القبر ومنا رجع قرا والفاس ما باش يضرب يقول لي جدك عامل الشر. لا ما عملش هاي برا نشوفه. مشينا نشوفه سيدي فهمتي ولا في الشلنكوت هو بارامون بامبي عامل شي 3 ولا 4 سويكرات فهمتي ولا جايب اسمك بو سعاده كما هكا ويحفر كما هكا يقول لي جدك. ورحمة بابا من اللي تولدت فك الدشرة هذيك وانا شباب انا ربي ان شاء الله يقدر الخير. مشكلة انت 7 سنين عندك عمك تولد سنيه كاملة تولد بطاقم الكل كي خرجته القابلة المصرنة الزايدة بتاع امه في فمه جبدوه القابلة تجبد وهو يجبد القابلة تجبد وهو يجبد ولا تولد بسنونه. وهذه حالة جيل واحد في المليار يمكن. هذه جي حسب حليت عليه الجوجل انا فهمتي ولا نلقى تقريب جدي وزوز من الناس اخرين تولدوا بسنان الله يرحمه كان ناس طيب. واضح. يلا قبل ما نكملوا معاكم وعنا برشا ضيوف وناس عنا نمبر 1 العربي سنغرية يبدا مشواره الجديد. هو كل شيء بروجرامي طلع في الكاميرا كاشي كوره كذا اليوم بروجرامه جديد كفنان.
اليوم معناتها من الحوارات الجايه قال لك ما عادش تسالوني كان على اليسا صابر باعي كذا معناتها الجو هذاك عمرو دياب دنيا معناتها الجو هذاك يلا لاول مره في سهريه العيد نمبر 1 انا الاول كلهم رضا نمبر 1 والناس شاهدين انا في رمضان ناجح لوحدي يا اخي شبيكم قعدت وبهتين انا الاول كلهم رضا نمبر 1 والناس شاهدين نمبر 1 نمبر 1 نشوف وجوههم حزينة تفليو عليا من تركينا لتركينا بالماء والناوي كشوا فينا صدموا كعكيت لهم الواقع انتي تدور وتعكل وانا وراح في البلاتو عطيتك الف سرفايف بس العظمة هو خلاصك انا لو طاير في سما نمبر وان نمبر وان في القمة بحر معمر خالي خابين في الفساد اكسبير وغالي رئيس جمعية كاس وانتي حالي نمبر وان نمبر وان انا برمضان ناجح لوحدي ياخي شبيكم قعدت وبهتين انا الاول كله مرضى نمبر وان الكوميديا ما لقيتش عباري دوسيات الفساد الكل في داري شريت ماتش بتاع وشوش الفيراري خوف اكثر من التمساح فوت رمز في النجاح العربي اسطوره في الكفاح اختار ولا جام نطلب منهم السماع نمبر وان خوف اكثر من التمساح نمبر وان فوت رمز في النجاح نمبر وان العربي اسطوره في الكفاح نمبر وان ولا جام نطلب منهم السماع نمبر وان اسمي جيت قال يفجع اي حكم ميراني يفصع نجم تركان كلامي تسمع لساني عصاي يضرب يلقع نمبر وان اسمي جيت قال يفجع اي حكم ميراني يفصع نجم تركان كلامي تسمع لساني عصاي يضرب يلقع نمبر وان نمبر وان مازلنا باش نحفلوها توا احسن كوكتيل وميدلي وشتيح والجو ربوخ مصطفى الدلاجي عيدك مبروك يا مصطفى الفزاني خدامة أنا قالوا فما الليلة 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 قالوا فما الليلة تبكي الفزاني خدامة أنا حالف لا نعيا ولا نفك ولا نرخف الحزام أمان 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 قالوا فما الليلة الليلة
قالوا فما الليلة جو لبنت ملمومة وين صغريت أنا قالوا فما الليلة جو ولبنت ملمومة ملمومة أنا نتبع في الحس وفي الضوء حتى لقيت الحومة 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 أنا قالوا فما الليلة الليلة قالوا فما الليلة لما وتواو المنصوبة أنا ماشي باش نحي الغمة ونداوي المعتوبة أمان 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 أنا قالوا فما الليلة قاعدة والبخور عاج عاجي أنا قالوا فما الليلة قاعدة والبخور عاج عاجي دوبا تفوت واك السعدة وينشد عدى الناجي تلاه يلا توتي ويا بابا حي يا 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 بابا ارقص واشتح بح 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 يا بابا لوح 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 We'll be right back.
يا بابا بح 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 يا بابا غير كسوب الحيلة أنا غير كسوب الحيلة يا بابا يا بابا يا بابا يا بابا الأربعاء 12 أفريل الحدث في خزامة سوسة افتتاح الفضاء الجديد للعالمة التونسية ديرات لارت دو لا ميزون. بعد حي الرياض سوسة والسكرة في العاصمة ديرات لارت دو لا ميزون ترجع لكم من جديد في خزامة أما في فضاء أكبر وفي تتويج ل 32 سنة من الخدمة والاجتهاد. اليوم احنا في افتتاح الشاوروم الجديدة، أجواء رمضانية متميزة زينت الشارع الرئيسي في خزامة وكل شيء كان يوحي بولادة قاعة عرض ديرات لارت دو لا ميزون خزامة في أمبيانس أكثر من رائعة. ديرات لارت دو لا ميزون 32 سنة من الجودة، 32 سنة من الحرفية، 32 سنة من النجاح والتميز. تنجم تلقاو لي زارتيكل نتاعنا الكل في لي باج انستغرام فيسبوك ديرات لارت دو لا ميزون، ولا عندنا لابليكاسيون ديرات تنجم تيليشارجيوها من الاب ستور ولا من البلاي ستور، دونك تلقاوها اون فيرسيون اندرويد ولا اي او اس. تختار لي زارتيكل تحب عليهم الكل، تعدي كوموند وتوصلك دونك 48 اور. وزيد عندنا السيت نتاعنا www.girat.al، دونك اللي ما نجمش يجي بحدنا ينجم يعدي كوموند توصل دونك 48 اور. ديرات لارت دو لا ميزون لوكس في دارك. شكرا لكم، مازالوا الحوارات، مازالت الموسيقى. عيدك مبروك على قناة التاسعة. قلت في الحصة نحب نهديها لبلال ميلاد اللي كان الأكثر من 10 سنوات هو مسؤول معانا على الأعداد وعلى الضيوف وغيره. فقدناه كأخو وفقدناه كزميل، هذا فيتير صغير. تحية من القلب للمرحوم بلال ميلاد. وفاصل ثم نعود. اليوم سهريت رأس العام وبرنامج لباس الحلقات الكل نهديوهم البلال ميلاد اللي فقدناه، وفقدانه كان صدمة كبيرة علينا. معد ورئيس تحرير لباس فوق 10 سنين من العطاء، بلال كان يخدم صباح عشا ينهار لحد، كي كنا احنا نتعبه هو ما يتعبش. بلال كان ليدر في البرنامج، الألعاب، العمل الصحفي، الحوارات، استدعاء ضيوف. برنامج لباس كان بيبي وكبر، ولا البرنامج لول في تونس وأكثر برنامج دام في تونس، وفضل كبير يرجع للفريق وخاصة لبلال ميلاد. أهم النجاحات وأهم الضيوف اللي تعادوا في البرنامج طيلة 12 سنة بلال هو اللي جابهم. بلال كان الورقة الرابحة في البرنامج، وكان يخدم برشا محبة بجرينتا بضمير بضحكة اللي كانت ما تفرقوش. تصور اللي تشوفوهم مع الضيوف مع الفنانين اللي الكل ما نساوش علاقتهم بلال. ما فماش واحد جا ضيف في لباس وما تعداش مع بلال وما حكاش معاه، وكيما ساهم باش البرنامج لباس يكون لول
ساهم زاد بلال في اكتشاف ونجاح برشا نجوم موجودين اليوم. اليوم فقدنا بلال، خبر هبط علينا كيما الصاعقة، ربي يرحمه وان شاء الله في الجنة. وبرنامج لباس باش يواصل محبة في بلال، ومش باش ينسى بلال، وبإذن الله باش نحافظوا يا بلال على النجاح اللي وصلنا له معاك، وباش تقعد ديما معانا وفي مخاخنا كامل فريق لباس. انت ديما يا بلال في القلب، ربي يرحمك وان شاء الله في الجنه.